اخدت تطعيم كورونا وبعد كده اتعرضت للمريض، بتعمل ايه؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده، خليك معانا. طبعا دلوقتي بقينا كلنا عارفين اي حد بيتعرض لحد مريض بكورونا المستجد المفروض ان هو يعزل نفسه، لكن النهارده بقى عندنا احتماليه جديده. الاحتماليه ديت هي ان انت تكون خدت التطعيم. هل اللي اخد التطعيم زي اللي ما خدش التطعيم في حاله ان احنا نتعرض لحد حامل لكورونا؟ الموضوع هيبتدي يختلف. اللي انا هقوله لك دلوقتي ده توصيات CDC اللي هي الجمعيه الامريكيه اللي هي احد اختصاصاتها مكافحه العدوى، واللي هي بتنزل كل التوصيات بشأن موضوع الكورونا المستجد. قالت ايه بقى CDC قالت ان الشخص اللي خد التطعيم ممكن ما يعزلش نفسه طالما ان هو ما عندوش اعراض، بس في شروط للموضوع دوت. ايه هي بقى الشروط ديت؟ اول حاجه ان يكون اخد الجرعه الثانيه من التطعيم. طيب في دلوقتي تطعيمات كورونا جديده بقت جرعه واحده، في الحاله ديت يبقى على الاقل عدى 3 اسابيع بعد الجرعه الاولى، يبقى تاني يبقى لازم يكون عدى عليك على الاقل 3 اسابيع بعد الجرعه الاولى، سواء خدت الجرعه الثانيه ولا لسه، او لو مفيش حتى جرعه ثانيه. الشرط الثاني ان يكون في خلال 3 اشهر من لحظه ما انت خدت التطعيم. بعد 3 شهور يفضل ترجع تاني للحاله الاولى اللي هي كانك انت ما خدتش التطعيم. الشرط الثالث هو زي اللي انا قلته في الاول، انك انت ما يكونش عندك اي اعراض. لو ظهر عليك اعراض لو سمحت اعزل نفسك على طول. حاجتين اتنين كمان مهمين جدا لازم تعرفهم. رقم واحد، هذا الكلام لا ينطبق على بعض الاماكن، مثلا الاماكن اللي فيها اطباء بيحتكوا بناس اللي هم كبار في السن، او في اماكن اللي هي فيها رعاية مسنين. ليه؟ الناس ديت معروف ان هم اكتر ناس بتحصل لهم مضاعفات من المرض، اللي هي الناس اللي سنها كبير. وفي نفس الوقت برضو بعض الاقاويل بتتقال عن فعالية التطعيم في الناس الكبيرة في السن. CDC عشان تاخد احتياطاتها بتقولك لو انت شخص بتتعرض لهؤلاء الناس، سواء كنت طبيب او تمريض او اي وظيفة تانية، المهم انك انت بتتعرض لناس كبيرة في السن، فيفضل ساعتها ان انت تمنع نفسك او ان انت تعزل نفسك عن هؤلاء الناس اللي هي ايه الكبيرة في السن. طبعا لو حد كبير في السن خد التطعيم وجاله وتعرض بعد كده لحد، برضو ده كمان برضو يفضل ان هو يعزل نفسه. كل ديت نصائح مش مبنية على دراسات قوية، لكنها مبنية على النتائج غير مباشرة من الدراسات اللي معمولة لحد دلوقتي على كل هذه التطعيمات. الحاجة التانية ان هذا الكلام منشور في فبراير 2021، الكلام ده ممكن يتغير في المستقبل، عشان كده تابعنا عشان دايما يوصلك كل جديد. فلو حصل اي تغيير ان شاء الله هنقول الكلام ده تاني في فيديوهات تانية جديدة. وكده كده تابعنا عشان احنا بننزل فيديو او اتنين كل اسبوع بنتكلم فيها عن حاجات لها علاقة بالصحة والطب. هتلاقي الحاجات ديت موجودة في سلاسل كتيرة جدا موجودة على القناة. شكرا جزيلا، سلام عليكم.